تحث نانا المرأة الستينية خطاها برفق نحو عمق هذه البحيرة لتصل إلى الهدف، رفقة زميلاتها اللائي عملن معها طيلة عقود في مجال التنقيب عن الملح في هذه السباخ. يتطلب الحصول على كميات الملح هذه جهدا عضليا كبيرا، ثم العمل طوال ساعات النهار. بليدي الشيء اللي حقق 15 سنوات نشتاق لهم نفسي نهاني يعني كار. وهو نشي منه أكثر من ذاك، وهو شي منه أكثر من ذاك، كل جاء الحقه نحد الأخر. هاي طبيعة الدنيا، زمن قالي اللي ما عند الكراي كرايته يلغطوا له منه، اللي هو اللي يقرأ فيه، اللي حاسب شيء الدواء، اللي يأكل شوي لا بريد. وقت الزمن قالي يكثر الإقبال على سباخ الملح هذه عادة عندما تأتي الأمطار ويرتفع منسوب البحر وتتجمع مياه البحيرة لفترة، ثم تبدأ في الانخفاض وتكتسي لونا ورديا يشعر مرتادها بأن المقالع تجمدت وباتت الكميات الموجودة جاهزة للاستخراج. هذا الملح اللي هنا تياها في هذه البلاصة يشتغل فيه 150 رياش، خلق 100 قاع هي اللي هنا إلى هذه البلاد تشتغل فيه، خلق 50 منها قطوا عدرت لها موريتاني ديميل تكوينات شور بلاد 17 كيلو متر من هنا تياها، وكل حد وعدرت له بلاصه وهو ايش تقال فيها وهيئته عنده مشاكل مقدر النقل مولي هون ما هو متيسر والماء ما عينش بغر مولي للشرب وش من المشاكل اللي كيفته، لكن هم بعد رقم الظروف كامله الناس اللي تمشي لها وتشتغل قد ذاك اللي جابنا احنا منها عايشين فيه ومنزلين فيه البركه خاطرين عن الطلب وتوقف الوتات وتوقف الطرياء اسمعت بالانسان ما كفاه راسه ما كافينه أيدين حدان. وتشكل هذه البحيرة مصدر رزق لهؤلاء السيدات رغم وجود العديد من العراقيل التي تعيق عملهن. على مساحة صغيرة جدا ترابط هؤلاء النسوة بشكل يومي للتنقيب عن الملح من أجل الحصول على لقمة العيش في ظروف مناخية متقلبة تؤثر غالبا على طبيعة نشاطهن داخل هذه السباخ. عبد الودود السدنة، الموريتانية، مدينة واديبو.